نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. حبس أنفاس وغليان في المنطقة إثر ضربة تكاد تكون الأقوى التي تتلقاها الجمهورية الإسلامية منذ قيامها. عمليات أمريكية بأمر مباشر من ترامب استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. فالرجل الذي استهدفته الولايات المتحدة بغارة في بغداد يعتبر ثاني أهم قيادي في البلاد بعد مرشد الثورة علي خامنئي، وهو يعتبر رأس حربة إيران في المنطقة. حتى الساعة لا تحديد بعد لطبيعة الرد الإيراني، وكل الاحتمالات مفتوحة، غير أن المؤكد أن الانتقام سيحصل. فخامنئي الذي ترأس لأول مرة اجتماع مجلس الأمن القومي هدد الولايات المتحدة بأن انتقام إيران سيكون ساحقا، وأعلنت أعلى هيئة أمنية إيرانية أن الهجوم على سليماني هو أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة، وسيكون وبالا عليها وعلى المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين. هذه التهديدات رد عليها بومبيو مغردا أن الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها، فيما أبلغ لافروف بعدم التصعيد مع إيران. وسط التهديد والوعيد، هل يمكن القول أننا على شفير حرب بين طهران وواشنطن؟ وهل سترد إيران على هذه الضربة الأمريكية الموجعة في العراق أم في ساحة أخرى؟ وعلى وقع التهديدات ترقب لتداعيات هذا الحدث على الساحة اللبنانية، وسيكون للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة يوم الأحد المقبل خلال مراسم تأبين سليماني والمهندس في الضاحية. والسؤال المطروح، هل سيكون لهذا الحدث انعكاس على مسار التأليف الحكومي الذي يبدو أن مسودة التشكيلة تنتظر إسقاط بعض الأسماء في الحصة المسيحية بعدما تم تذليل معظم العقد باستثناء مسألة التمثيل الدرزي التي لم تحسم بعد، ما يعني أن الولادة قد تكون مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وأشارت المعلومات إلى لقاء يفترض أن يجمع رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف حسان دياب، وقد تمنى الرئيس عون أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل، مؤكدا أن العمل جار لتأليفها من وجوه جديدة من الاختصاصيين تتولى معالجة الأوضاع القائمة وتتجاوب مع توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم. البداية من عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. في وقت متأخر من الليل كانت الحركة في البداية توحي بترقب وصول ضيف كبير جدا إلى مطار بغداد، حيث بدأت التحضيرات لاستقبال مهيب. بعض قادة الحشد الشعبي انتقل إلى المطار لاستقبال ضيوف مهمين من دون ذكر هويتهم، وبعد وصول الوفد انهمرت القذائف والصواريخ. في حدود الساعة الثانية فجرا بتوقيت بغداد كان الأمر يبدو اعتياديا، إذ نشرت خلية الإعلام الأمني نبأ مقتضبا تقول فيه إن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب مطار بغداد، وقبل ذلك تحدثت عن سقوط صواريخ كاتيوشا على منشآت قرب المطار، ما دفع السلطات العراقية للاعتقاد ربما بأن الأمر قد يكون هجوما من تنظيم داعش. لكن الأمر كان أكبر بكثير، ليتبين لاحقا أن صواريخ أمريكية أطلقت من طائرة مسيرة، فيما المستهدف قاسم سليماني وإلى جانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران. وقد قتل في الغارة إضافة إلى سليماني والمهندس 10 أشخاص، بينهم مسؤول التشريفات في الحشد الشعبي محمد رضا الجابري. عقب سماع دوي الانفجارات تم إغلاق المنشأة، وتبع ذلك تحليق مكثف لمروحيات في سماء المطار. وأوضح مسؤول أمني عراقي كبير أن القصف الجوي تم بالقرب من صالة الشحن في المطار بعدما غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.
الموكب كان مؤلفا من سيارتين ضربتا بالصواريخ فور خروجهما من المطار، حيث انضم سليماني بعد خروجه من الطائرة إلى موكب ضم قياديين في الحشد الشعبي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن سليماني كان قادما من بيروت، لكن مسؤولا أمنيا عراقيا قال إن الطائرة ربما جاءت من سوريا أو لبنان. وكشف مسؤولان في المطار أن جثة سليماني كانت ممزقة جراء النيران التي أحدثتها الصواريخ الأمريكية، وتم التعرف على جثة سليماني المحترقة من خلال الخاتم الذي كان يرتديه دوما، في حين لم يتم العثور على جثة أبو مهدي المهندس. مجلس الأمن القومي الإيراني الذي اجتمع لأول مرة برئاسة خامنئي وصف الهجوم على سليماني بأكبر خطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة، وأكد أنه سيكون وبالا عليها. مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان قاسيا على إيران التي توعدت بالرد، حتى أن الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف بدأ شديد التأثر لحظة إعلان مقتل سليماني. أولى ردات الفعل الإيرانية إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد اجتماع طارئ تعيين نائب قائد الفيلق الجنرال إسماعيل قاني خلفا لسليماني. ونقلت وكالة فارس الإيرانية برقية للمرشد الإيراني علي خامنئي جاء فيها أنه إثر مقتل سليماني وحل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي. وأضافت البرقية أن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني، داعية جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاني الذي يعتبر الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاني قوله عام 2017 إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران ستضر بأمريكا، لقد دفننا كثيرين مثل ترامب ونعرف كيف نحارب أمريكا. الزعيم آية الله السيد علي خامنئي أشار إلى أن انتقاما عنيفا بانتظار المجرمين الذين قتلوا سليماني، وأن مقتله رغم مرارته سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل، ودعا للحداد 3 أيام. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن أعلى هيئة أمنية في إيران أن انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين الذين يقفون وراء اغتيال سليماني، وأوضحت هذه الهيئة أن الهجوم على سليماني أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة وسيكون وبالا عليها. وفي مخارج تظاهرات حاشدة في طهران بعد صلاة الجمعة تنديدا باغتيال سليماني ومتوعدة بالرد، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة. رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قال إن الشعب الإيراني لن يغض الطرف عن دماء أبنائهم الأبطال، وأن نظام الاستكبار يعلم أنه عبر هكذا جرائم لن يتمكن من زعزعة إرادة المجاهدين. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن اغتيال سليماني تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة، وأضاف على تويتر إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية، فيما أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن طهران ستنتقم انتقاما ساحقا. قاسم سليماني العسكري الأبرز في تاريخ إيران الحديث، فمن هو؟ من نفي للقول إن قاسم سليماني ليس مجرد قائد عسكري إيراني، بل هو القائد العسكري الأمني الأبرز في تاريخ إيران الحديث، فبجانب قيادته لفيلق القدس والدور العسكري والأمني الذي لعبه طيلة العقدين الماضيين على الخريطة الممتدة من أفغانستان شرقا وحتى اليمن وغزة غربا، فإن قاسم سليماني يعد رمزا لتنامي قوة ونفوذ إيران في السنوات الأخيرة. وقرار الإدارة الأمريكية باغتياله جاء بعد أكثر من 12 عاما على إدراج اسمه في قائمة المستهدف تحييدهم من جانب السلطات الأمريكية، لكونه مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن 20% من قتلى الجيش الأمريكي في العراق بحسب وثيقة قانون قدمت إلى الكونغرس في أواخر عام 2007. خصوصية سليماني وخطورة اغتياله تتجاوز منصبه، فمواقف الرجل ومواقعه التنفيذية والمهام الموكلة إليه طيلة 40 عاما داخل إيران وخارجها جعلت منه مركز قوة في تركيبة السلطة الإيرانية.
عقب قيام الثورة الإسلامية والإطاحة بالشاه عام 1979، تطوع سليماني في وحدات الحرس الثوري الذي أنشئ حديثا وقتها، وكان يبلغ من العمر 22 عاما. أرسل بعده إلى مهاباد في شمال غرب إيران ضمن قوات الحرس الثوري، وسرعان ما تم استدعائه إلى الجبهة الجنوبية بعد اندلاع حرب الخليج الأولى. والطريف أن مهمة سليمان الأساسية في الجبهة الجنوبية كانت توفير إمدادات المياه إلى تشكيلات الحرس الثوري، وذلك لمدة 15 يوما فقط، لكنه لم يغادر الجبهة إلا بعد 10 سنوات، فتولى قيادة سرية استطلاع ثم قيادة الكتيبة 41 في لواء ثأر الله. بعد انتهاء حرب الخليج الأولى تولى قيادة الحرس الثوري في كرمان، ثم عمل في أفغانستان للتصدي لنفوذ حركة طالبان، وبالتوازي مع ذلك أدار سليماني الجبهة العراقية وعمل على تدريب ودعم الانفصاليين الأكراد في العراق ضد نظام صدام حسين. وفي السنوات الأخيرة لعب دورا رئيسيا في تنظيم الأطر شبه العسكرية الموالية لإيران التي كونت نواة الحشد الشعبي، والدور في هزيمة تنظيم داعش، وهي الفترة التي شهدت ازدياد وتيرة ظهوره وتردد اسمه في الإعلام. يصف محللون علاقة سليماني بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالخاصة جدا، وكذلك العلاقة بينه وبين القائد العسكري السابق للحزب عماد مغني. أبو المهدي المهندس الذي قتل أيضا مع سليماني في الغارة الأمريكية يعتبر من أهم المطلوبين لدى الإدارة الأمريكية ومؤسس حزب الله العراقي. أبو المهدي المهندس مؤسس كتائب حزب الله العراقية، مستشار فيلق القدس وأحد قيادات الحشد الشعبي، عام 2009 أدرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، وكشفت أنذاك عن 19 اسما حركيا، لعل أبرز هذه الأسماء جمال جعفر، محمد علي، أبو مهدي البصري، جمال الإبراهيمي، وجمال التميمي. ارتبط اسمه في ذاكرة العراقيين بمشاهد تعذيب أسرى الجيش العراقي. حصل على الجنسية الإيرانية نظير خدمته لطهران عقب سقوط نظام صدام الحسين في العراق، وتسلم منصب مستشار قائد قوات القدس قاسم سليماني. عاد إلى العراق تزمنا مع الغزو الأمريكي باسم جمال الإبراهيمي، وترشح لانتخابات البرلمان العراقي عن قائمة حزب الدعوة بزعامة نور المالكي في العام 2005، وفاز في دائرته الانتخابية عن محافظة بابل، وسرعان ما اقتحمت قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية مقر إقامته شرق بغداد بعد اكتشاف هويته، ونجح بالفرار مرة أخرى إلى إيران، ولم يدخل العراق إلا بعد انسحاب القوات الأمريكية منه عام 2011. عام 2007 أسندت له طهران مهمة تشكيل كتائب حزب الله العراقية، وهي إحدى فصائل النخبة في الحشد الشعبي، وتورط بإصدار أوامر بقمع الاحتجاجات العراقية الأخيرة بحسب ما نشرت منظمة Human Rights Watch. ردود فعل عربية وأوروبية نددت باغتيال سليماني، وأردوغان يترأس اجتماعا استثنائيا أمنيا واجتماع استثنائي للبرلمان العراقي الأحد، وبيلوسي رأت أن الغارة تهدد بإثارة مزيد من التصعيد، وروسيا اعتبرت أنها مغامرة ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. أما نتنياهو الذي قطع زيارته لليونان فقال إن لواشنطن الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن سليماني مسؤول عن قتل أبرياء. والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع يوم الأحد لبحث التوتر على ضوء اغتيال سليماني. توالت ردود الفعل الدولية على الاغتيال الامريكي لقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، اذ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان يجب التخلص منه منذ سنوات عدة، معتبرا ان ايران لم تنتصر في اي حرب لكنها لم تخسر في اي مفاوضات. واوضح وزير دفاعه مايك بومبيو ان قرار استهداف سليماني صادق عليه ترامب شخصيا، وان بومبيو اوضح انه تواصل مع المسؤولين في الصين وبريطانيا لمناقشة قرار الاغتيال.
الاحتلال. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعا إلى ضبط النفس وتجنب تصعيد شديد خطر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن مقتل سليماني يهدد بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط. بوتين أجرى اتصالا بنظيره الفرنسي للتعبير عن قلقه بعد مقتل سليماني، في حين اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن استهداف قائد فيلق القدس سيؤدي إلى تصعيد مفاجئ، مشيرة إلى أن الفعل ينم عن قصر نظر. الرئيس السوري بشار الأسد قال أنه لن ينسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري، واعتبرت الخارجية السورية أن هذا العدوان يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية. السلطات الفرنسية رأت أن الأولوية للاستقرار في المنطقة. الاتحاد الأوروبي اعتبر أن الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطرا، معربا عن أمله بأن تسود الحكمة والتعقل لتجنب مواجهة واسعة النطاق. المتحدث باسم الأمم المتحدة نقل قلق أنطونيو غوتيريش من التصعيد الأخير. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب دعا كل الأفرقة إلى نزع فتيل التوتر قائلا إن تصعيد الصراع ليس في مصلحتنا. سلطات ألمانيا أعربت عن قلقها الشديد داعية إلى خفض التصعيد. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فأعلن متابعة الوضع عن كثب والحرص على استقرار الشرق الأوسط. وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش لفت إلى أنه لابد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد. دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي في بيان إلى عقد جلسة طارئة لبحث الاستهداف الأمريكي، ودعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاستعداد لحماية العراق وإلى عودة نشاط جيش المهدي. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو قطع زيارته إلى اليونان عائدا إلى إسرائيل. وفي المواقف الدولية أيضا، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اعتبر أن إدارة ترامب لم تستشر كبار قادة الكونغرس قبل تنفيذ عملية قتل سليماني. في ردود الفعل اللبنانية، الرئيسان عون وبري أبرقاء للرئيس روحاني منددين بجريمة اغتيال سليماني، ووزارة الخارجية اعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطرا ضد إيران. وحزب الله ينفي سقوط شهداء لبنانيين في العملية، والسيد نصر الله يعد بأن القصاص للقتلى مسؤولية وأمانة، واعدا بإكمال طريق سليماني. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبرق للرئيس الإيراني حسن روحاني مدينا ومعزيا بجريمة اغتيال اللواء قاسم سليماني، كما أبرق إلى الرئيس العراقي برهم صالح معزيا باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أبرق إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، ولرئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، معزيا باستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. وجاء في نص البرقية للسيد خامنئي: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وأضاف: هو قدر المقاومين إما النصر أو الشهادة. وفي البرقية للرئيس روحاني قال: بمزيد من الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد الحاج قاسم، نفتقده ابنا وفيا وقائدا طليعيا في مقاومة الاحتلال أينما حل ونذر نفسه من أجل تحرير فلسطين. وفي البرقية الثالثة للاريجاني قال: وحدهم الشهداء يصنعون التاريخ ويكتبون صفحات المجد لهذه الأمة بأبهى ما يمكن أن تكتب. هو الشهيد قاسم سليماني واحد من القلة الذين أعاروا جماجمهم لله نصرة لقضايا الحق والعدالة وتحرير الأرض والإنسان. وزارة الخارجية والمغتربين أدانت عملية الاغتيال واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطرا ضد إيران من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية، تدعو إلى تجنيب المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطر. وكان قد صدر بيان عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد اغتيال قاسم سليماني قال فيه: أما وقد وصل الحبيب والقائد العظيم الحاج سليماني إلى غاية آماله وتحققت له أغلى أمنياته ونال وسام الشهادة، فهنيئا له الشهادة. أنا أغبطه على هذه الشهادة وعلى هذه العاقبة الحسنة في مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام. هكذا نرى المشهد والموقف. أما نحن الذين بقينا بعده فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين، وستتعلم
تتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه، كما أن القصاص العادل من قتلة المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم. وأضاف القتلة الأمريكيون لن يستطيعوا أن يحققوا أي من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل إخوانه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين. من جهة ثانية، حزب الله نفى سقوط شهداء لبنانيين بالغارات الأمريكية على العراق، وفي بيان له أعلن حزب الله أنه يتم التداول على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين، ومن بينهم مسؤول جهاز العمليات الخارجية في حزب الله سامر عبد الله، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتا. السفارة الأمريكية في بيروت حثت رعاياها الأمريكيين في لبنان على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي، ودعت إلى البقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها الغربيون وأن يكون لديهم خطة طوارئ للحالات الطارئة. وزيارة موقع السفارة على الإنترنت قسم السفر إلى المناطق الشديدة الخطورة. وفور إعلان اغتيال اللواء قاسم سليماني، رفعت إسرائيل حالة التأهب إلى الدرجات القصوى على الحدود الشمالية مع لبنان والجولان، وسارعت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح في خطوة احترازية. صحيفة هارتس قالت إن إسرائيل قررت رفع حالة التأهب في السفارات والقنصليات الإسرائيلية، وشهدت الحدود الجنوبية للبنان هدوءا حذرا وترقب في ظل دوريات كثيفة لمدرعات اليونيفيل على امتداد الخط الأزرق، وتتابع قيادتها باهتمام بالغ التحركات الإسرائيلية في ظل الاستنفار غير المعلن على جانبي الحدود. أهلا بكم. الرئيس عون تمنى أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل بما يعزز ثقة الداخل والخارج في آن، وأكد أن العمل جار لتأليفها من وجوه جديدة من الاختصاصيين لتتولى معالجة الأوضاع القائمة وتتجاوب مع توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة أن تؤمن الدولة التمويل من الضرائب لا عبر الاقتراض من المصرف المركزي المسؤول عن المحافظة على النقد الوطني، لافتا إلى أن ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو التوظيفات المالية الداخلية التي كانت في غير مكانها، بحيث انعكست شحا في الدولار الأمريكي، واصفا تعامل اللبنانيين بالدولار بالخطأ الكبير، لأن لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة التي تتعامل داخليا بعملة أجنبية. وأعاد الرئيس عون التأكيد على أهمية التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج بما يحقق نوعا من التوازن في ميزان المدفوعات بعدما زادت نسبة الواردات أخيرا بشكل كبير وبفارق حوالي 12 مليار دولار، ما انعكس شحا في الداخل وأجبر المصارف على اتخاذ مجموعة تدابير بهدف تجنب الإفلاس والحفاظ على أموال المودعين. وأعرب عن أمله في أن يسهم تشكيل الحكومة في تعزيز الأجواء الإيجابية لا سيما مع الدول الراغبة بمساعدة لبنان، متمنيا أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل بما يعزز ثقة الداخل والخارج في آن، التي أكد أن العمل جار لتأليفها من وجوه جديدة من الاختصاصيين. وأشدد الرئيس عون أمام وفد المؤسسة المارونية للانتشار على أن ما حدث أخيرا على الساحة الداخلية يشكل عبئا كبيرا، إلا أننا مجبورون في المقابل على الخروج منه ومن الأزمة الاقتصادية الراهنة. رئيس عون أمام وفد من لجنة قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أكد العمل على الخروج من الأزمة الحالية من خلال جملة إجراءات، من بينها تشكيل حكومة جديدة تتولى معالجة الأوضاع القائمة وتتجاوب مع توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم، لا سيما أولئك الذين نادوا من الساحات بإجراء إصلاحات كنا قد بدأنا بها قبل أشهر، لكن استقالة الحكومة أوقفت العمل، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتحقيق هذه الإصلاحات. وشدد الرئيس عون على أن حملة مكافحة الفساد مستمرة. لغز كارلوس غوسن بدأ يتكشف، استقل طائرة خاصة بطريقة غير قانونية من اليابان إلى تركيا. في جديد قضية هروب المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز كارلوس غوسن من اليابان باتجاه لبنان عبر تركيا،
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن غادر اليابان عبر مطار كانساي في أوساكو في اليابان إلى اسطنبول عبر طائرة خاصة لشركة MNG التركية، وأقلعت الطائرة الأحد الساعة 11:10 من الأراضي اليابانية. شركة MNG التركية الخاصة لرحلات الطيران ذكرت أن كارلوس غصن استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار من اليابان، مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية. وقالت الشركة أن عاملين مختلفين استخدما طائرتين من MNG جيت، مضيفة أن أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية. وتابعت الشركة في بياناتها كانت إحدى الرحلتين من دبي إلى أوساكا ومن أوساكا إلى اسطنبول والأخرى من اسطنبول إلى بيروت، ولم تكن هناك صلة واضحة بين الرحلتين المستأجرتين. في هذا الوقت ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مصادر تحقيق أن كاميرا مراقبة أمنية رصدت مغادرة كارلوس غصن منزله في طوكيو ظهرا بمفرده قبل فراره المفاجئ من اليابان. وكان غصن ملزما بتركيب كاميرات مراقبة أمنية عند مدخل منزله بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع السفير الفرنسي برونو فوشي آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، والتقى السفير الياباني الجديد في زيارة بروتوكولية، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران يرافق أعضاء مجلس الديوان. وفي إطار التهاني بالأعياد استقبل رئيس المجلس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد من ضباط المديرية. النائب طلال أرسلان والوزير السابق أم وهاب اللذان بحثا التطورات الإقليمية والمحلية في دارة أرسلان تطرقا إلى موضوع تشكيل الحكومة، وأكد على ضرورة تمثيل الطائفة الدرزية بمقعدين وزاريين وإسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز، وشددا على تطابق المواقف حيال معظم الطروحات. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان التقى في دار الفتوى النائب فؤاد مخزومي الذي اعتبر أن الطريقة التي تفبرك بها الحكومة لا تختلف عما كان يحصل قبل 17 تشرين الأول. لحديت اليوم عم نسمع بورصة أسامي، ومثل ما أنا قلت من على هالمنبر نهار الأربعاء قبل التكليف قلنا أين هو البرنامج؟ يعني لحديت اليوم الرئيس المكلف والأسامي كلها اللي عم تروحها ما شفنا في أي شيء له علاقة بموضوع ما هي الخطة الإنقاذية اللي بدها تمشي فيها البلد. بعدنا عم نحكي كلام بكلام. واليوم استفاق اللبنانيون على عودة مشهد قطع الطرقات، حيث أشعل عدد من المتظاهرين الإطارات والأشجار وأقفلوا بها المسلكين الشرقي والغربي لأوتوستراد نهر الكلب. وبعد عمليات كر وفر وتدافع وإشكالات بين المحتجين احتجاجا على تشكيل حسن دياب حكومة اللون الواحد على حد تعبيرهم، نجح عناصر الجيش بإزالة العوائق وإبعاد المتظاهرين عن الطريق، وكانت طرق عدة قد قطعت بقاع وشمالا في الليل وصباحا وقبيل ظهر اليوم. وفي عكار نفذ محتجون من الحراك الشعبي اعتصاما في خيمة حلبة احتجاجا عن امتناع المصارف في عكار عن دفع مستحقات المودعين سواء بالدولار او قبض الرواتب كاملة، واحضر المحتجون فرشا ووضعوها امام احد المصارف في حلبة وناموا عليها مؤكدين انهم لن يبرحوا المكان وسينامون في المصرف حتى يتم دفع الاموال لاصحابها كاملة، وذلك وسط اجراءات امنية مشددة. وقد حصل بعد ذلك هرج ومرج بين المعتصمين والقوى الأمنية، كما شهدت عكار إقفال الطرقات العامة بين عكار طرابلس في مستديرة العبدة والمحمرة وكفر ملكي، وأقفلت المدارس والمؤسسات الرسمية. وصل مساء اليوم جثمان الزميلة الإعلامية نجوى قاسم من دبي إلى بيروت، وكان في استقبالها في المطار ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الإعلام جمال الجراح، الذي أكد أن قاسم شخصية مميزة إعلاميا وستبقى في ذاكرة الإعلام اللبناني، وكانت لها مكانتها الإعلامية والوطنية. الجثمان نقل إلى بلدتها جون حيث ستوارث ثرى غدا عند 1:00 في جبانة البلدة. على طريق المنصوري المكلس أسفرت الأمطار الكثيفة التي تساقطت في الأيام الماضية عن انهيار الطريق بشكل كلي، ما أدى إلى قطع السير في المنطقة.
بهذا الخبر نأتي إلى ختام نشرتنا أريج، وأنا نتمنى لكم ليلة هادئة. إلى اللقاء.